نكمل سفر يشوع إصحاح 22. سفر يشوع إصحاح 22. حينئذ دعا يشوع الرأبنيين والجاديين ونصف سبط منسى وقال لهم: إنكم قد حفظتم كل ما أمركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتي في كل ما أمرتكم به، ولم تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم. والآن قد أراحكم الرب إلهكم، والآن قد أراح الرب إلهكم بإخوتكم كما قال لهم. فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن، وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلتصقوا به وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامهم. شفنا شهادة يشوع المرة اللي فاتت على أن كلمة ربنا صدقة، وأن الكل قد صار، وأن كل واحد أخذ نصيبه واستقر في أرض ميراثه. فابتدأ من أول إصحاح 22 يكلمنا عن الحياة في أرض الموعد بعد ما استقر كل ست في المكان بتاعه. الحقيقة تلاحظوا لو انتوا مصحصحين شوية انه ما زال لما يجي يذكر موسى بيوصفه بانه هو ايه؟ عبد الرب. واتكلمنا في اول السطر خالص عن هذا الموضوع، ان ما زال بيؤكد في اذهانهم، لان كان ممكن الشعب ينحرف الى عبادة موسى من اجل هذا ربنا اخفى الجسد بتاعه. لكن ابتدى يصرف الستين ونص اللي هم ليهم ملك في شرق الاردن ويقول لهم ان انتوا فعلا تبعتم الوصية اللي امركم بيها موسى وحاربتم مع اخواتكم. ونحن عارفين ان الحرب استمرت 7 سنين، يعني فضلوا 6 رأوبين وجاد ونص 6 منسة يحارب 7 سنين كاملة مع اخواتهم في غرب الاردن، لحد ما اخواتهم كل واحد منهم اخذ نصيبه وكل واحد استراح واستقر في ارضه. ويمكن 7 سنين دول رمز لحاجة جميلة جدا، عارفين رقم 7 رمز الكمال، كأنهم بذلوا كمال جهدهم من اجل راحة اخواتهم. قعدوا كمال الزمن، او يعني الانسان يقدر طول عمره مش بس انه يريح اخواته فترة معينة، ولكن يقعد طول عمره باستمرار يبحث عن راحة اخوته وعن ملك اخواته وان اخواته يكون ليهم راحة في ارض الموعد. فابتدى يصرفهم ويقول لهم انتوا اتميتوا الوصية وحفظتم الوصية اللي قالها لكم موسى، وفي واقع الامر ان هي كانت من ربنا ذاته، وقال لهم حفظتم ما ينبغي ان يحفظ وصية الرب الهكم. والان قد اراح الرب الهكم اخوتكم كما قال لهم. دلوقتي اخواتكم نالوا نصيبهم في الراحة، فانتوا كمان من حقكم انكم ترجعوا من اجل انكم تستريحوا. وهنا يبان المنظر الجميل للانسان اللي ما بيرتاحش قبل ما يريح اخوه. فلهم بما ان الراحة حصلت انتوا كمان ارجعوا لنصيبكم اللي انتوا اخترتوه واللي ربنا ادهولكم في شرق الاردن لكي ما ترتاحوا انتم ايضا. لكن بيربط ذهابهم ورجوعهم بعد ما ادوا العمل اللي هم عملوه بوصية جميلة، يقول لهم في عدد 5: وانما احرصوا جدا، يعني خدوا بالكم انتوا رايحين وهتروحوا ارض بعيدة عن خيمة الاجتماع، لكن احرصوا جدا، خدوا بالكم بشدة.
ان تعملوا الوصية والشريعة، انكم تعيشوا حسب وصية ربنا وشرائعه. صحيح انت بعيد عن خيمة الاجتماع اللي هي في شيلوه وفي نهر يفصلنا عنكم، لكن مهما بعدتم ما تنسوش وصية ربنا، لان الراحة بتاعتكم مرتبطة بانكم تعيشوا وصية ربنا. مش ممكن انسان يرتاح لا وصية الله من ظهرة حياته التي امركم بها موسى عبد الرب. وبعدين ايه هدف الوصية؟ بيبين لهم الوصية ما هيش اوامر ولا فرائض ولا ممارسات ولا طقوس، لكن الوصية في عمقها تقودنا الى هدف بيحطه ان تحبوا الرب الهكم. ده الهدف بتاع كلمة ربنا اللي احنا بندرسها ولازم نوصله، ان الكلمة والوصية ومعرفتنا لكلام ربنا يقودنا الى محبة الله. ما تفتكروش ان الوصايا مجرد اوامر ونواهي، ما تفتكروش ان الوصايا شوية كلام وممارسات تعمل وما تعملش، لكن الوصية في واقع الامر هي تقودني الى المحبة، انكم تحبوا ربنا الرب الهكم وتسيروا في كل طرقه. والحب ده يترجم لسلوك عملي، انكم لما تحبوه تمشوا في كل طرقه، مش طريق اه وطريق لا، لكن تمشوا بطريقة عملية في محبة عملية في كل طرقه وتحفظوا وصاياه، لحد ما الحب ده يقودكم الى انكم تلصقوا به. تلصقوا به يعني ايه؟ تتحدوا بيه، تبقوا انتوا الاثنين واحد. فهما بيصرفهم لارض راحتهم، لكن في نفس الوقت بيشدد عليهم ان الراحة اللي انتوا بتتمنوها وعايزين توصلوا لها مش ممكن تلاقوها بعيد عن كلمة ربنا، ان انتوا لازم تعيشوا كلمة ربنا عشان الراحة بتاعتكم دي تدوم وتبقى راحة حقيقية. وتلفقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. لما المشاعر والتفكير يسيطر عليه حب الله بكل القلب وبكل النفس، عشان كده لابد ان الانسان يقيس نفسه باستمرار على كلمة الله والكلام اللي انا بسمعه وصايا ربنا اللي انا بقراها في الكتاب المقدس تحولت الى حب عملي. حب عملي من كل القلب ومن كل الفكر ولا لا؟ لو انا ببغي الراحة، العلامة المميزة للحياة في ارض الموعد هي الراحة. حتى كده يسموا ارض الموعد ارض الراحة. في عبرانيين 3 يقول ان يشوع اراحهم، دخلهم الى ارض الراحة. شفنا كذا مرة في سفر يشوع يقول واستراحت الارض. فالراحة هي الهدف اللي ربنا عايز يقود باستمرار شعبه اليها. ربنا مش عايز يقود شعبه الى تعب او الى ممارسات وانه يتعبهم باوامر وطلبات، لكن ربنا عايز يقود شعبه باستمرار الى انه يرتاح. انا اريحكم، حتى لو كان بيشيلهم الصليب، فالصليب ده فيه راحة. قد يبدو ان شكل الصليب متعب ومؤلم، لكن يكتشف الانسان اللي بيشيل الصليب انه فعلا بيدخل للراحة الحقيقية. الراحة اللي عاشها شعب اسرائيل في ارض الموعد لما كل واحد خد نصيبه كانت رمز للراحة الابدية اللي اتكلم بردك عنها في عبرانيين 3. بقيت راحة لشعب الله، ان يشوع دخلهم الى راحة، لكن الراحة دي كانت ظل ورمز للراحة الحقيقية اللي المسيح بيدخلها لنا لما بنعيش في هذا الملكوت اللي المسيح بينشئه جوانا. عشان كده من المستحيل ان احنا نفتكر الراحة في مجرد ان الانسان تتوفر ليه بعض الامور المادية.
ان الانسان يلاقي الانسان اللي اتمزاجه يرتبط بيه وان يبقى عنده ظروف معيشة مهيئة وان الانسان يعني ياخد اللي عايزه ويفتكر ان هي دي الراحة. لان ياما ناس متوفرة جدا ليها الامور المادية لكن عمرها ما ذاقت طعم الراحة. وقد نظن ان بعض الاشخاص عايشين مرتاحين كل حاجة عايزينها بيلاقوها ونفتكر ان دول سعداء، لكن في واقع الامر تلاقيهم ان هم اتعب شيء في الحياة، لان عمر ما كانت الراحة في توافر الامكانيات المادية اللي حواليهم، ما كانتش الراحة في ان هم يمتلكوا ارض ما تعبوش في زراعتها ويسكنوا في بيوت ما بنوهاش ويلاقوا مية بتفيض وبتنزل لهم من السماء وخيرات وارض تفيض لبن وعسلا. لم يكن هذا هو الراحة الحقيقية، ده كان رمز بس، لكن الراحة الحقيقية كانت في علاقتهم بيهوى، علاقتهم بربنا اللي يقدر يريحهم. واحد زي لوط اللي اختار لنفسه الارض الخصبة والارض الجيدة في مراعي الاردن وكان يمتلك اعظم الاراضي، لكن يوصف لنا الكتاب عنه يقول اما البار فكان يعذب يوما فيوما، برغم ان كان عنده ارض جيدة لكن كان كل يوم بيتعذب بالسمع وبالنظر. اذا الموضوع الراحة مش في امتلاك الانسان لبعض المقومات المادية ولعلاقة الانسان ببعض الاشخاص، لكن موضوع الراحة اكبر من كده. الراحة هي ان النفوس والقلوب المتعطشة للحب، بس الحب الحقيقي، تجد هذا الحب اللانهائي. الانسان بيرتاح لما يجد حد يحبه حب حقيقي، حب لا يتغير، حب لا ينتهي، حب ما بيتبدلش ما بيتبالش، حب ما بتعقوش العوائق اللي موجودة في العالم وفي الحياة. النفس المتعطشة للراحة مفيش غير شخص واحد بس هو اللي يقدر يريحها ويريحها كويس، اللي هو شخص الله، اللي يقدر يقدم لها الحب اللانهائي واللي يقدر يقدم لها الحق الابدي، حقيقة اللي ما بتتغيرش. لكن كل اللي في العالم بيتغير وبيتبدل وبينتهي وبيهون. عشان كده وهم في نشوة الفرح في الحياة الجديدة اللي ابتدوا يعيشوها، الواحد كده لما يبقى في حياته موضوع جديد او ياخد حاجة جديدة بيبقى كده فرحان، جات حاجة جديدة او دخل في ارتباط او نقل مكان معين بيبقى فرحان في بداية الامر، في نشوة، نشوة الفرح بالحياة الجديدة. والشعب ده كان عنده نشوة الفرح في البداية الجديدة اللي هو ابتدى يعيشها، كان فرحان شايف قدامه ارض تفيض لبن وعسل وبيوت سكنها ما دنهاش وحقول مزروعة ومية متوفرة وخيرات. فكان يشوع بيوجه النظر، اذا كان الرب اراحكم فالراحة اللي انتوا بتعيشوها دلوقتي ونشوتها في الحياة الجديدة اللي انتوا عايشينها، حاسين ان انتوا عندكم امكانيات جديدة، خدوا بالكم دي ظل ورمز للراحة الحقيقية. وعشان توصل للراحة الحقيقية اللي ما بتنتهيش وما بتتغيرش لابد ان يكون لك علاقة بربنا، هو انك تحب الرب من انك تتابع كلامه باستمرار وفوائد باستمرار تعيشها، مش كفرائض وكطقوس وكضغوط عليك او حاجة انت مجبر تعملها، لكن تقودك الى المحبة اللانهائية، انك تتمتع بحب ربنا ليك وانك تبادل ربنا هذا الحب بحب اخر بتقدمه له. عشان كده عمق اختبار الحياة مع ربنا، عندك اختبار الحياة مع ربنا باستمرار. اذا كان ربنا بيديك حاجة مادية وفرحت بيها وفرحان بيها،
خليه يدافع باستمرار ان الحاجة اللي ربنا اداها لك تزود ارتباطك بيه. مش تاخد الحاجة اللي ربنا اداها لك دي وتروح تفرح بيها بعيد عنه، لكن خلي الحاجة اللي اداها لك توصلك للفرحة الحقيقية، للراحة الحقيقية. مشكلة الانسان باستمرار ياخد الحاجة الجديدة ويروح يجري يفرح بيها بعيد عن ربنا، ويفاجأ بان كل الامور بتضيع منه. بالظبط زي الابن الضال، عايش شوية امور شوية ماديات اعطيني ما يصيبني من المال عشان اروح افرح بيهم، ولما خد ثبت ابوه ومشي يفرح بعيد عن ابوه، فكانت النتيجة ان بدل ما العطية تزوده ارتباط بابوه، ان العطية بعدته جدا عن ابوه، فوصل للاحتياج وللبؤس وللجوع وللشقاء وللذل وللمهانة. عشان كده بيربط يشوع ذهنهم، اذا كنتم خدتم عطية خلوا العطية دي رمز ذل توصلكم وتعمق العلاقة بينكم وبين يهوى بين الله، عشان تفرحوا بقى الفرح الحقيقي، وعشان ترتاحوا الراحة الحقيقية من خلال انكم اختبرتم عمل وعطيته فتقدروا تستريحوا. عشان كده ده بيجاوبنا على سؤال، اذا كان الله يريد ان يريح شعبه، ودي صفة الناس اللي عاشت مع ربنا انها استراحت، لان هدف الله ان يدخلها الى الراحة، طب ليه بنئن وليه بنضطرب وليه بنقلق وليه تعبانين؟ حتى بالرغم من ان في اوقات كتيرة ربنا بيدينا عطايا وامكانيات، تكلمنا ان سبب الانين وسبب التعب برغم ان ربنا عايز يريحنا، اول حاجة ان احنا بناخد العطية اللي ربنا بيديها لنا ونروح نفرح بيها بعيد عنه. ربنا اداني ارتباط، اداني انسان، اخدت الانسان ده ورحت بعيد عنه فرحت بيه. اداني امكانيات مادية، اداني نجاح، اداني علم، اخدت الحاجة دي ورحت فرحت بيها بعيد عنه، عشان كده هفضل انه واتعب. لكن شوفوا بقى للي ياخد العطية ويفرح بيها ويخلي العطية دي تعمق ارتباطه بالله اكتر واكتر. الانسان اللي هيعيش مع ربنا ويدوق معاملات ربنا يكتشف حاجة حلوة قوي، ان الله كل شيء خاضع ليه، كل حاجة تحت سلطانه، لانه يملك كل شيء ولانه قادر على كل شيء. طب والله ده بالنسبة لي ايه؟ الله بنسميه كده محب البشر، الله اللي كل شيء خاضع ليه بيحبني. اذا اكتشفت الحتتين دول، ان الله مسيطر على كل شيء وان الله بيحبني، هخاف من ايه واضطرب من ايه؟ اذا كان هو مسيطر على كل شيء وهو بيحبني، اذا الامور كلها تعمل للخير للذين يحبون الله. لازم احس هذا الاحساس واختبره. مفيش حاجة اسمها ظروف بتحصل في حياتي، لان الله هو اللي ماسك كل شيء، اسمه كده بنطقراطور، ضابط الكل، وهو القادر على كل شيء، وفي نفس الوقت الاله القادر على كل شيء ده بيحبني لان هو محب البشر. عشان كده لو انا اختبرت هذا الموضوع احس ان الله يعطي نعمة ومجد، وان الله لا يمكن ان يؤخر شيء عني، مش ممكن ربنا يؤخر شيء عني ابدا. اذا كان اعطاني ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا وهبنا معه كل شيء؟ اذا كان ادانا ابنه مش هيديني شوية طلبات وشوية عطايا؟ لكن لابد انني اثق في محبته وفي اختياره. لما اخد عطية افرح بيها معاه، مش اخدها واجري بعيد عنه افرح بيها لوحدي. عشان كده بيأكد يشوع للناس اللي رايحة تستريح، انما احرصوا بكل قلوبكم انكم تعيشوا الوصية وانكم تحبوه و
وانكم تلتصقوا بيه. الاله ده اللي قادر على كل شيء واللي يوازن كل شيء، وازن الاشياء بقدرته وقايف كل حاجة بالظبط. مفيش حاجة اسمها ان الصدفة عملت كده او الظروف قادت كده، لكن هو وازن كل شيء وقايف كل شيء، حتى لو سمح لي بألم او حتى لو سمح لي بدموع. حسيت في وقت من الاوقات بحزن، فهو وازن كل شيء وقايف كل شيء. مش هيخليك تنزل دمعة ملهاش لازمة، مش هيخليك تنزل دمعة ازيد من اللازم، لان هو بيحبك، ومن اجل ان هو بيحبك بيدوق كل الم انت بتدوقه، في كل ضيقة تضايق، فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده ربنا ما بيضغطش علينا ضغطة ملهاش لزوم، لكن اكيد لما بيضغط ضغطة او بيحرم من شيء، هذا الحرمان وهذه الضغطة هي ايضا من اجل محبته ومن اجل ان يريحني. حتى لو تألمت فهذا الالم يكون للراحة، لاني انا واثق من حاجتين، واثق انه قادر على كل شيء، وواثق انه بيحبني. عشان كده هتقبل كل الامور بتفهم، لاني دخلت في علاقة معاه، مش مجرد انه بيعطي الحاجة اللي على مزاجي، لكن انا واثق في حبه الاكبر والاعظم من كده. عشان كده اهدى واستريح، وما فيش حاجة تزعجني. على رأي البابا كيرلس كان بيكتب جملة لطيفة قوي: اني هادئ ومستريح ولا يزعجني شيء لاني داخل الحصن الامين. مستخبي في ربنا، عشان كده مفيش حاجة تخوفني، مفيش حاجة تقلقني، مفيش حاجة تتعبني. مقولش ان الحاجة دي لو طارت مني هي كل حياتي اللي طارت فيها، او لو ما قدرتش احصل على الحاجة ديت، لكن لا، انا نظري على ربنا اللي انا واثق انه بيحبني وانه قادر على كل شيء. عشان كده المدوء والراحة ده يجي من ثق، من ثقتي فيه، لاني انا عارفه كويس. كل ما هعيش معاه كل ما هعرفه، وكل ما هعرفه كل ما هطمن باستمرار للي بيعمله في حياتي، ان كل يا رب اللي انت صنعته جيد وجيد وجيد جدا. لو اتيح للانسان انه يقف في اخر لحظات حياته ويعمل كده فلاش باك للايام اللي مضت، والحاجات اللي كان في اوقات بيبكي عليها، الحاجات اللي خسرها والحاجات اللي ما قدرش يحققها، هيكتشف حاجة جميلة جدا، ان اللي تم في حياته هو احسن شيء كان ربنا بيديهوله. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا كل ما يزداد عيشا مع ربنا، كل ما هيزداد معرفة بشخصه، يعرف ربنا اكتر فيثق فيه اكتر، وكل ما تزداد الثقة تزداد المعرفة، وكل ما تزداد المعرفة تزداد الثقة اكتر واكتر في ربنا. عشان كده الراحة الحقيقية هي في الله، مش في اشخاص ولا في ممتلكات ولا في ظروف ولا في نجاحات الانسان بيحققها، لكن الاشخاص والظروف والممتلكات دي ما هي الا رمز، الا ظل للراحة الحقيقية اللي الانسان بيلاقيها في ربنا. كان مثال لوط اللي عاش في ارض خصبة لكن عاش كل يوم تعبان متعذب، ومثال رعوث المؤابية اللي سابت اهلها وشعبها ومستقبلها وراحت تدور على اله اسرائيل، فوجدت فيه كل الراحة، وجدت فيه الحياة الابدية، وجدت فيه السعادة الحقيقية، لانها ارتبطت والتصقت باله اسرائيل. نكمل في عدد 7، يشوع 22 عدد 7: بعد ما باركهم يشوع وصرفهم عشان يرجعوا الى خيامهم شرق الاردن، ولنصف سبط منسى اعطى موسى في باشان، اما نصف الاخر فاعطاهم يشوع مع اخوتهم في عبر الاردن غربا.
نص خد في بشان شرق الاردن والنص الثاني في غرب الاردن. وعندما صرفهم يشوع ايضا الى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بمال كثير ارجعوا الى خيامكم، وبمواشي كثيرة جدا بفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا، اقسموا غنيمة اعداءكم مع اخوتكم. وشوف النعم الجميل، مش بس بيديهم البركة الروحية بانهم يلتصقوا بربنا، لكن كمان بيديهم بركة ايه؟ مادية. بهم غنى كتير جدا. اطمن اللي هيعيش مع ربنا، تقول بس انتوا بتكلمونا على البركة الروحية لان احنا محتاجين حاجات مادية، لا، هيتمتع ايضا بحاجات مادية. والله في عطيته يعطي ويعطي اكثر مما نطلب ونسأل او نفتكر. ادهم بركة من ذهب وفضة ومن مال ومن ملابس ومن مواشي، ادهم كتير. مسكين على خالد نكرمي، فاكرين لما راح اخذ وخبى وتمر في الطين، كان فاكر ان اللي هيمشي مع ربنا مش هياخد، فراح سرق من ربنا. لو كان موجود في تلك اللحظة لكان اتمتع بكل هذه العطايا، لان الله لابد ان يعطي، لابد ان يعطي. فرجع بنو رؤوبين وبنو جاد ونفس فت لنفسه، وذهبوا من عند بني اسرائيل من شيلوه. وقلنا ان شيلوه دي كان فيها خيمة الاجتماع، نصبها يشوع في شيلوه وقعدت اكتر من 300 سنة في شيلوه. كان اخر حاجة يشوفوها في غرب الاردن قبل ما يرجعوا لبلادهم، قبل ما يرجعوا شرق الاردن، هم انهم يشوفوا خيمة الاجتماع ومذبح الرب والعبادة اللي موجودة في شيلوه. التي في ارض كنعان لكي يسيروا الى ارض جلعاد ارض ملكهم التي تملكوها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا الى دائرة الاردن التي في ارض كنعان، وبنى بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ست منسى هناك مذبحا على الاردن، مذبحا عظيم المنظر في وجه ارض كنعان في دائرة الاردن مقابل بني اسرائيل. ولما سمع بنو اسرائيل اجتمعت كل جماعة بني اسرائيل في شيلوه لكي يصعدوا اليهم للحرب. اول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الاردن ومقابل ارض كنعان، راحوا بنين مذبح، ومذبح عظيم المنظر، ضخم جدا. هما لسه اخر مكان سايبينه سايبين شيلوه، فمذبح المحرقة اللي موجود خارج خيمة في الدار الخارجية في خيمة الاجتماع مازال منطبع في ذهنهم بعظمة تقديم الذبائح وبعظمة الكهنوت والخدمة الجبارة اللي هناك والمنظر الجميل بتاع خيمة الاجتماع. فأول ما عبروا الأردن راحوا بنين في شرق الأردن مذبح، وهذا المذبح يوصفه كده بأنه ايه؟ عظيم، ولكن فيه منظره عظيم الايه؟ المنظر. فاول ما سمع كده الاسباط الباقيه اللي في غرب الاردن اتجمعوا كلهم عشان يحاربوا الستين ونص، لان دي كانت ضد وصية الله ان في مذبح واحد بس لتقديم الايه؟ الذبائح. هما التانيين كان في ضمنهم حاجة، حاسين ان نهر الاردن كعائق مائي بيفصل بين الاثنين، وبعدين سايبين المذبح وخيمة الاجتماع بعظمتها وهيتحرموا من الحكاية دي. فأول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الأردن راحوا بنيين المذبح دهوت. حاجة هتسدد الراحة بعد ما الأرض استراحت، ده بالأكثر إن الإخوات هيقوموا يحاربوا بعضيهم. فأرسل بنو إسرائيل إلى بني رؤوبين وبني جاد ونصف ست منسى الى ارض جلعاد تنحاس ابن اليعازر الكاهن، وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت اب من جميع اسباط اسرائيل،
كل واحد رئيس بيت ابائهم في اروف اسرائيل. راحوا عاملين وفد برئاسة فنحاس ابن اليعذر الكاهن وبعتينه شرق الاردن. المذبح اللي بنوه ده كان ضد امر الله بانه يكون مذبح واحد للجماعة عشان ما يحطش في ذهنهم فكرة تعدد الالهة، ان الله اله ايه واحد فقط. واختار فنحاس بالذات لان فنحاس شفناه في سفر العدد هو اللي بيغير باستمرار غيرة الرب. فاكرين اللي جاب المديانية وغنى معاها وشجع اللي ضربه كان فنحاس، لانه كان ليه غيرة جديدة على مجد ربنا قوي. فهنا برضك بيغير الغيرة دي وبياخد من رؤساء الاسباط ويطلع لشرق الاردن من اجل ان هم يشوفوا الوضع ايه بالظبط. فجاءوا الى بني رؤوبين وبني جاد ونصف ست منسة الى ارض جلعاد وكلموهم قائلين: هكذا قالت كل جماعة الرب. يعني الرأي اللي احنا بنقوله ده رأي الجماعة كلها متحدة: ما هذه الخيانة التي كنتم بها اله اسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب، بانكم ترجعوا عن ربنا وتنفصلوا عن الجماعة، ربنا اللي امر بان مذبح واحد بس يكون موجود، انتوا بتخونوا العهد بينكم وبين ربنا، عايزين تعملوا عبادة اخرى، بتجيبوكوا اله اخر. هو سواء كانوا هيعبدوا ربنا على هذا المذبح، ربنا قال يبقى مذبح ايه واحد، او هيعبدوا اله اخر فدي خيانة ان هم يحطوا مع ربنا حد تاني. بدنيانكم لانفسكم، انتوا اللي بنيتوا لنفسيكم مش بامر ربنا، باختياركم انتم بمزاجكم انتم، مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب. اقليل لنا اسم طاغور الذي لم نتطهر منه الى هذا اليوم؟ مش كفايه الخطيه بتاعت مكان طاغور ايام بالاق وايام بالعام لما غنينا ولحد دلوقتي عمالين نقاسي من اثار التاديب اللي ربنا ادبنا بيه لحد دلوقتي واحنا بنشيل اثار الخطيه؟ لم نتطهر منه الى الان، وكانت الضربة عظيمة اللي ربنا ضرب بها الشعب في هذا الوقت. وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا انتم اليوم عن الرب، فيكون انكم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة اسرائيل. لان لما كان مجموعة بتغلط كان بيعاقب الجماعة كايه ككل، فدلوقتي انتوا بتغلطوا وبتتمردوا على ربنا لكن العقاب هينزل علينا كلنا. وقد يبدو ان هم بيفكروا بطريقة انانية، يعني هم كل اللي يهمهم ان هم ربنا ما يعاقبهمش، لكن في واقع الامر لا، هم كانوا خايفين على اخواتهم جدا، مش بس من العقاب لكن من ضياع هؤلاء الاخوة. ورغم قدم لهم محبة عجيبة قوي: ولكن ان كانت نجسة ارض ملككم اعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا. شوفوا المحبة الكبيرة هنا. قالوا لهم: وانتوا بنيتوا مذبح لانكم حاسين ان الارض اللي انتوا فيها دي نجسة وبعيدة عن خيمة الاجتماع، سيبوا الارض دي وتعالوا اقعدوا معانا وحنديكم من الانصبة بتاعتنا، تعالوا للارض اللي فيها مسكن الرب اللي فيها خيمة الاجتماع. شوفوا لقد ايه كانت الاسباط دي مستعدية انها تضحي بالامور المادية من اجل خلاص اخواتهم، وان اخواتهم ما يدعوش. هي ان هم بيبكتونا، لان يا ما احنا بسبب الامور المادية بنهلك اخواتنا ونضيعهم ونعفرهم ونتعبهم. لكن دول كانوا عندهم استعداد ان يضحوا بالارض بتاعتهم ويورثوا الستين ونص معاهم في ارض غرب الاردن، يديهم من النصيب بتاعهم، لانهم كان عندهم غيرة ان الستين ونص يظلوا ملتصقين بالجماعة الواحدة وملتصقين بعبادة الرب. هي بيورينا قد ايه
ان باستمرار ان الانسان لما بيختار لنفسه بيوقع نفسه في مشاكل وضيقات. مع الستين ونص دول هم اللي اختاروا الايه لنفسيهم، ما خدوش باختيار ربنا، ده هم اللي قالوا ارض ايه جيدة يا موسى ادينا هنا، فموسى ادهم حسب رغبتهم، لكن ربنا كان عايز ينلكهم في ارض الاردن. فخدوا بالكم باستمرار ان اختيار الانسان لنفسه من غير ما ربنا يختاره بيوقعه في مشاكل وضيقات وبيهدده بالتعب باستمرار. لكن ما اجمل ان اختيار الانسان يكون من خلال اختيار ربنا. فقالوا لهم تعالوا احنا مستعدين نديكم في وسطنا وتملكوا بيننا، وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا. ما تقسموش الوحدة اللي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعض. ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلهنا، لأن هو مذبح واحد للرب إلهنا. أما عخان، عخان ابن زارح خيانة في الحرام، فكان السخط على كل الجماعة عاد إسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده بإثمه. لما عخان خان مش هو بس اللي ضاع، ده هو البيت وفيه 36 واحد ماتوا في الهزيمة قدام عاي، كان سبب تعب لكل الجماعة. وهنا قالوا نتعلم من الدروس اللي فاتت ان الانسان اللي بيعمل بمزاجه وبيختار بس حسب هواه ومزاجه واختياره لنفسه، تملي بيجر على نفسه وعلى اللي حواليه مشاكل كتيرة. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ستة منسى وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. وهنا بيكرروا العبارة مرتين: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. ودول الثلاث ألقاب بتوع الله في العهد القديم: إله اللي هو إيل، الآلهة إلهيم، الرب يهوى. وبيكرروا العبارة إن ملناش حد إله غير يهوى، إله الآلهة الرب. إن إحنا ما عملناش المذبح ده من أجل إله آخر. بيتمسكوا بإن يهوى هو إله الآلهة، إيل إلهيم يهوى أدوناي. وهو يعلم، وربنا عالم ان احنا مش عايزين نعبد حد تاني غيره، واسرائيل سيعلم وانتو كمان هتعرفوا، ربنا عالم وانتو كمان هتعرفوا ان احنا مش هدفنا ان احنا نعبد او نتمرد ونتبع اله اخر، ان كان بتمرد وان كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم. ان احنا بصفاء نية ومش من اجل الخيانة، بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمة أو لعمل ذبائح سلام عليه. فالرب هو يطالب، إن كنا بنينا المذبح ده عشان نقدم عليه محرقات، لا احنا عملناه بس منظر لكن مش هنقدم عليه محرقات. وإذا كنا كان في نيتنا نقدم محرقات ربنا ينتقم منا، لكن احنا عملناه مجرد منظر. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، لأن كان لينا نظرة معينة، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل. احنا خفنا أن أولادكم الأجيال اللي جاية بعد كده يقولوا لأولادنا أنه ملكوش نصيب في إله إسرائيل، ملكوش دعوة بالخيمة، ملكوش دعوة بالذبائح، انتوا ما وعدتوش معانا غرب الاردن. وان كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل، قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رؤوبين. تخما يعني حدود، اللي هو النهر العائق بيننا وبينكم. وبني جاد الاردن ليس لكم قسم في الرب،
فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب. فيطردوا اولادكم اولادنا ويفصلوهم عن معرفة ربنا وعن مخافة ربنا. اذا احنا كهدفنا في بنيان المذبح ده ان اولادنا يظلوا ملتصقين بمعرفة الرب، مش ان احنا ننفصل عن ربنا. فقلنا نصنع نحن لانفسنا نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة. نعمل مذبح لكن مش هنقدم عليه محرقات ولا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا ذبيحة سلامة، بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم، شاهد علامة ودليل، وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب، لكن لما نروح نقدم ذبائحنا في المذبح بتاع الرب في الخيمة محدش يمنعنا ومحدش يقول لنا انتم ملكوش دعوة بينا، انتم فصلتم عنا، انتم بعيد عنا. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا اننا نقول، يبقى عندنا رد جاهز عشان محدش يحرمنا. انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل اباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم. لما يمنعونا نقول لهم لا، احنا عندنا مذبح شبه مذبح المحرقة اللي ايه اللي عندكم، مش شبه مذبح الوثنيين. ودي الدليل ان احنا بنعمل ايام ابائنا عشان محدش يمنعنا من تقديم الذبائح لما نروح ونقدم في الخيمة، ان احنا عندنا زي بتاعكم، ان الهكم هو الهنا. فراحوا عاملين المذبح ده هو. وقد يبدو ان تفكيرهم صح، ده ناس بتغير على معرفة ربنا وان معرفة ربنا تستمر للاجيال اللي بعد كده، لكن هل فعلا كان هذا التصرف سليم؟ حقيقة لا، لان ربنا كان واضح جدا في وصيته بان مذبح واحد بس هو اللي يقام. اما من جهة موضوع الوحدة وان الاسباط دي ما تنفصلش عن الاسباط الرئيسية، فربنا كان حاطط له ترتيب. شفنا في سفر التثنية يقول لهم ثلاث مرات في السنة من كل مكان ولادكم اللي بلغوا سن العشرين يصعدوا الى خيمة الايه الاجتماع، كل اسرائيل يتجمع في مكان واحد عشان يظل عندهم الاحساس بالوحدة. فربنا ما اخفرش هذا الموضوع، لكن هم حبوا يعملوا وحدة شكلية او عبادة شكلية مش عبادة جوهرية. عملوا مذبح لكن ليست له فاعلية، شكل منظر، وعملوا منظر عظيم جدا لكن ملوش اي فاعلية. خدوا بالكوا ان في اوقات كتير احنا بنعمل نفس الشكل. ساعات بنعمل مذبح ولكن هذا المذبح ليست له اية فاعلية، بلا ذبيحة. بنعمل شكلية في العبادة. دخلت بيت لقيت عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، منظر عظيم جبار. لكن وسط هذا البيت واحد منكر الإيمان وكلهم متخانقين مع بعض. ايه المنظر ده؟ عاملين شكل. ممكن نحط ايقونات، ممكن نعمل طقوس، ممكن نعمل صور جميلة بطول وعرض الشقة كلها، لكن مش هي دي الحياة الروحية. ان انا اعلق صور، الحياة الروحية اكبر من كده، ان يكون لي علاقة بصاحب هذه الصور، مش مجرد شكل. اعمل منظر عظيم لكن ماليش فاعلية، بلا ذبيحة، بلا حياة، بلا غفران. ايه منظر ان انا بصلي وباجي احضر اجتماعات وانا قلبي بيكره اخويا وبيدينه وبيتكلم عليه راضي او بيبصله نظرة شريرة؟ ايه معنى اللي انا بعمله؟
العبادة ما هياش شوية مناظر الانسان بيعملها منظر عظيم ويجيب له دفة شمع وداخل بيها، ولا معرفش يجيب له كام بوكيه ورد ويحطهم. العبادة اكبر من كده بكتير. حلوة ومطلوبة الامور دي، لكن مش هي دي المنظر اللي يكون فيه علاقة بيني وبين صاحب هذا المذبح. مش مجرد شكليات انا بعملها. اذا كنتوا عايزين تحفظوا الوحدانية الواحدة، مش بشوية صور وشوية مناظر بتتعمل في العبادة، لكن بيكلمنا بولس الرسول عن الوحدانية الواحدة في العبادة، انكم مولودين من اب واحد، بيقول ايمان واحد ومعمودية واحدة ورجاء واحد، هدف واحد بتسعوا اليه. ده اللي بيدينا الوحدانية، ان احنا مرتبطين بشخص واحد، شخص المسيح، مش ان احنا نعمل شوية مناظر. حقيقة ان الستين ونص دول اللي كان عندهم مذبح لكن بلا ذبيحة كانوا رمز لجماعة اليهود الان، او كنيسة العهد القديم الان. كنيسة العهد القديم منظر دلوقتي حاليا، اليهود منظر بلا ذبيحة، مذبح بلا ذبيحة، شك، كيان، ديانة، لكن بلا ذبيحة. فدول كانوا رمز لكنيسة العهد القديم اللي عاشوا عندهم مذبح، عندهم منظر عظيم، لكن ما عندهمش فعلية الذبيحة. حاشا لنا منه ان نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة او التقدمة او الذبيحة عدا مذبح الرب الهنا الذي هو قدام مسكنه. لكن ما نقدرش ومناش نقدم ذبايح الا في مسكن الرب في خيمة الاجتماع. وهم بيعلنوا تمسكهم في الرب، لكن بعد شوية هنشوف ازاي قد ان المذبح ده انحرفوا بيه الى عبادة الاصنام، لانه اهتموا بشكل بمنظر دون ان يكون لهم ارتباط حقيقي بربنا. لكن الحاجة الجميلة نشوف في سفر الرؤيا الوحدانية الحقيقية بتاعت الكنيسة كلها. الكنيسة كانت اتقسمت لمذابح كتيرة او لطوائف كتيرة، لكن في نظر المسيح الكنيسة واحدة بس. عشان كده لما بيتكلم عن اورشليم النازلة من السماء في سفر الرؤيا بيتكلم عن اورشليم واحدة فقط. صحيح مكتوب فيها اسماء الاسباط ال 12 واسماء الرسل ال 12، فيها ابواب كتيرة وفيها لآلئ حجارة كثيرة، لكن هي اورشليم واحدة في نظر المسيح. هو ده ايماننا، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رؤوبين وبنو جاد وبنو منسى، فحسنا في أعينهم. لما اطمأنوا إنه ده مش تمرد ولا خيانة للرب، لكن هو هدفهم فعلا، وإن كانوا غلطوا في التعبير عنه، إن هدفهم إنهم يتمسكوا بالرب. فقال فنحاس ابن أليعازر الكاهن لبنو رؤوبين وبني جاد وبنو منسى: اليوم علمنا ان الرب بيننا وانكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة. لكن عرفنا الوضع كويس، فالان قد انقذتم بني اسرائيل من يد الرب، عشان ما يجيش غضب ربنا عليها لو انتم خنتم او تمردتم. ثم رجع فنحاس ابن أليعازر الكاهن ورؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من ارض جلعاد الى ارض كنعان الى بني اسرائيل وردوا عليهم خبرا، فحسن الامر في اعين بني اسرائيل، وبارك بنو اسرائيل الله ولم يفتكروا بالصعود اليهم للحرب وتخريب الارض التي كان بنو رؤوبين وبنو جاد ساكنين بها. فكان في فرح، اولا لان مفيش خيانة، ثانيا مفيش حرب بين الاخوة بعضهم وبعض. وهنا بيورونا قد ايه من الحكمة في معالجة الامور، لما يكون في صبر وفي محبة حقيقية في قلوب الاخوة بتمنع مشاكل كتيرة. يعني شوفوا دول كان عندهم محبة لدرجة ان قالوا لهم تعالوا تملكوا في وسطنا، لو حسينا من الارض اللي انتوا فيها ارض نجسة،
وكانوا متأنيين جدا ومترفقين جدا، وبروح الوداع بحثوا الموضوع فما كانش فيه حرب ودمار وخراب. قد ايه لو انا تفهمت دوافع الاخرين وليه هم عملوا كده، تفهمي لدوافع الاخرين بيمنع مشاكل كتيرة. لكن في اوقات كتيرة انا بثور على الاخر وبخش معاه في صراعات وفي خناقات وفي مشاكل لاني ما تفهمتش الدوافع بتاعته. بظهر يمكن غيرة وبظهر احتقار للاخر، لكن لو انا تفهمت الدوافع بتاعته يمكن مشاكل كتيرة ما كانتش تحصل ومشاكل كتيرة تتحل. لو في روح محبة، لو في روح وداع وترفق، واني بتفهم دوافع الاخر يسود الراحة وتسود السلام بيننا وبين بعضينا. وثم بنو رؤوبين وبنو جاد المسبح عيدا، سموه عيدا. وهنا بيدونا مفهوم حلو قوي عن العيد، عن كلمة عيد، لانه شاهد بيننا ان الرب هو الله. كلمة عيد يعني شهادة. لما بعمل عيد القيامة او نحتفل بعيد القيامة او عيد الميلاد، دي شهادة ان احنا بنشهد بميلاد الرب، بنشهد بقيامة الرب. فكلمة عيد يعني معناها شهادة. عيد الصليب ان احنا بنشهد بالصليب. فقالوا ان هذا المذبح سموه عيد لان هو شهادة بيننا ان الرب هو الله. يهوى هو الاله، يهوى هو ايل، هو الهيم، هو اله الالهة، ان ملناش حد تاني غير الرب اله. وكده كان في حاجة هتهدد الراحة اللي موجودة في شعب الله، وتهدد سلام ارض الموعد. لكن الله ابطل هذا كله ورجع كل ست يستقر في مكانه في هدوء وفي سلام وفي فرح وفي راحة، لحد ما تقرب نهاية ايام يشوع. فيقوم يجمع كل بني اسرائيل اللي في الشرق وفي الغرب، يجمعهم في شيلوه عند خيمة الاجتماع، ويبتدي يقول لهم الوصايا الأخيرة أو خطاب الوداع بتاعه اللي بنلاقيه في إصحاح 23 وفي إصحاح 24، وده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟